قدس مراسل العربي أحمد جرادات، مرحبا بك أحمد. مع تكشف الكثير من التفاصيل والجزئيات الخاصة بالخطة الأمريكية المرتبطة بالميناء العائم المؤقت، إسرائيل تقول إن الفكرة هي فكرتها. ماذا جاء في سياق هذه الادعاءات الإسرائيلية؟ يعني بالفعل هذا ما ذكرته صحيفة دعوت أهرانوت بأن نتنياهو أبلغ الرئيس القبرصي واقترح عليه مثل هذا الاقتراح، وكان أيضا قد أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة أشهر على مخطط أو فكرة إسرائيلية بإنشاء مثل هذا الميناء. ولكن إسرائيل تريد الحفاظ على أمر مهم بالنسبة لها، بأن هذا الإجراء ما يجري حاليا من الميناء البحري أو إيصال المساعدات عن طريق البحر يتم بالتنسيق معها بشكل كامل، ومن يشرف عليه من الجانبين الأمني والمدني هي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مساعدة من الإمارات بالجانب المدني والتفتيش وفقا للمتطلبات الإسرائيلية في قبرص. بالأمس جولة يوف جالنت في أمام سواحل قطاع غزة هي جاءت للاطلاع على المخططات وكيفية العمل على هذا الميناء وكيفية إيصال المساعدات. هو وصل إلى هناك برفقة مسؤولين من الجيش الإسرائيلي وأيضا برفقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وهو الذي يعني معروف باسم المنسق، وهو الذي يشرف على ما يجري في الضفة الغربية وداخل قطاع غزة، أو أيضا هي الأداة التي تدير الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعليه هو أكد بأن هذه العملية تأتي في ظل محاولات إسرائيل الإطاحة بحكم حركة حماس، وأن تسليم المساعدات لن يتم لحركة حماس، ومثل هذا الإجراء هو يدعي بأنه سيضر حركة حماس وسيساعد بالإطاحة بها. من ناحية أخرى يتم تناقل أنباء في إسرائيل عن CNN بشأن أو توقعات من إدارة بايدن بعدم ذهاب إسرائيل إلى رفح أو إلى العملية العسكرية المرتقبة في رفح في شهر رمضان. لا نعرف إن كانت هذه المعلومات هي مبنية على توقعات من إدارة الرئيس بايدن أم بالفعل حصل على ضمانات من الحكومة الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة ليس واضحا بعد شكل التحرك الإسرائيلي في الأيام المقبلة في قطاع غزة. هم يتحدثون عن استمرار القتال في مناطق خان يونس، عن استمرار أعمال البحث في حي حمد في المحافظة في محافظة خان يونس، عن استمرار هذا القتال، ويعتقد بأن إسرائيل بحاجة أيضا لعدة أيام لإنهاء عمليتها في منطقة خان يونس. بعد هذه العملية لا نعرف أين وجهة الجيش الإسرائيلي، ولا يتحدثون حتى اللحظة إن كانت إسرائيل بالفعل ستتجه مباشرة إلى رفح أم ستنتظر في ظل عدم الوصول إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار أو الهدنة وصفقة تبادل الأسرى. أيضا ما يقلق إسرائيل في هذه الفترة هو التخوفات من توتر الأوضاع في الضفة الغربية، وعليه حاليا يعمل في الضفة الغربية حوالي 24 كتيبة في الجيش الإسرائيلي، ضعف القوات التي تتواجد في داخل قطاع غزة. هناك حالة من التأهب. صباح اليوم نقل موقع والله الإسرائيلي عن قائد القيادة المركزية أو القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بمعنى آخر هو قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. نقلت عنه أنه في ظل هذه التحذيرات وفي ظل الخشية من توتر الأوضاع تم رفع هذه الجهوزية في الضفة الغربية. ومن ناحية أخرى تم تعزيز الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية، إضافة إلى محاولة الوصول أو التعامل مع الإشارات أو أي إشارة ترد بإمكانية حدوث عمليات في الضفة الغربية. كل هذا يأتي في ظل شهر رمضان، في ظل أيضا عرقلة إسرائيلية لدخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. بالأمس في صلاة التراويح تم الاعتداء على المصلين، منع الشبان تحديدا من الدخول إلى الأقصى، وعادة في أول ليلة من التراويح لا يكون عدد المصلين كبيرا، ورغم ذلك نفذت إسرائيل قيودا على الأرض رغم عدم إعلانها عن ذلك رسميا، بل نفذت من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية. في حال استمر الوضع على حاله أو الوضع في هذا الإطار ربما سنشهد توترا أيضا ينتقل إلى القدس، ومن القدس ربما إلى الضفة الغربية. نعم أحمد، نتنياهو وجه بأن يكون أي اقتحام للمسجد الأقصى بأمر منه شخصي، ما الذي يعنيه ذلك؟
يعني هو يحاول تقويض سلطات إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وهو المسؤول عن جهاز الشرطة الإسرائيلية، وفي مدينة القدس المحتلة بعد يعني منذ 67 الشرطة الإسرائيلية هي التي تشرف عليها، وأيضا إسرائيل ضمتها إلى إسرائيل، بمعنى أنها لا تفرق ما بين القدس المحتلة وتل أبيب من الناحية السياسية، ومن من يتواجد في هذه المناطق هي الشرطة الإسرائيلية. وعليه نتنياهو كي يحاول منع اتخاذ قرارات من بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، هو أوعز بأن لا يكون أي اقتحام دون أمر منه ودون اطلاعه أولا بأول على هذه المعلومات. بن غفير هدد في السابق بأنه في حال رفعت أعلام حركة حماس أو تم الهتاف لغزة أو تم الهتاف للمقاومة الفلسطينية في داخل الأقصى باقتحام المسجد الأقصى المبارك، هو لا يريد مثل هذه الصور نتنياهو. ولكن السؤال الآخر، إن كان نتنياهو بالفعل لا يريد مثل هذا التوتر، لماذا تم عرقلة دخول المصلين بالأمس إلى صلاة التراويح؟ وهل هذه العرقلة سنشهدها اليوم أم لا؟ هل ستستمر حتى يوم الجمعة أم لا؟ في السابق في الأعوام الثلاثة الماضية إسرائيل لم تعلن عن قيود في المسجد الأقصى المبارك، ولكن كانت تنفذ هذه القيود محمد على الأرض من خلال مثلا تزامنا مع الاقتحامات للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية، كانت تغلق إسرائيل أبواب المسجد الأقصى المبارك وتسمح فقط للمستوطنين بالدخول وللمسنين فقط من المسلمين بالدخول إلى الأقصى. هي لم تعلن في حينه عن قيود، عن تحديد أعمار، ولكن على الأبواب كان يتم إبلاغ الشبان بأن يعودوا بعد الساعة 2:30، أي بعد انتهاء جميع الاقتحامات اليهودية. لا نعرف إن كانت إسرائيل ستعتمد على هذه الاستراتيجية أم لا، ولكن نتنياهو يحاول سحب صلاحيات بن غفير، ولكن هذا لا يعني أن نتنياهو ربما سيتخذ قرارات بشأن حرية العبادة والسماح للمصلين بالدخول بحرية إلى الأقصى. شكرا لك مراسل العربي أحمد جرادات من